الفوتبول بيخليكي تبني عائلة تانية ومجتمع تاني. رونالدو، بيلي، لأنه ما بحب مارادونا. البرازيل أفضل بيت اللي إحنا قاعدين فيه، أنا وأمي وبي وإخواتي. هيدي هون أمي، كيفك؟ هلا أنا بشجع البرازيل، حبيتن يربحوا ولا لا؟ أكيد، لأنك أنت حبيتن. هلا الأهل إلن دور كبير، كل شيء مش بس الفوتبول، بالحياة العامة هن اللي دايما بيدعموا أولادهم وبيشجعوهم على أي شيء خصوصاً رياضة، أي شيء بالحياة العامة. واللي ما عنده أهل بتحسيه إنسان ضعيف، ما في من يدعمه، من يشجعه، من يقويه. وأنا هيك كتير بلعب أوقات دور الأهل بما إني كوتش بالنسبة للأطفال اللي عندي، مسؤولية هن بالنهاية، بدي بدير بال عليهم، بدي أدربهم منيح، بدي أنتبه لهم. فريق الفوتبول هلا بيلحقنا عليه. كان بالبداية ألاقي صعوبة معا، مثلا الفلسطيني ما يقبل يلعب مع السوري، أو اللبناني ما يلعب مع الفلسطيني، إنه يحسه هو أقل منه، حرب ومحروبات فما كان يقبله. فهلا لا، تلاقيهم بيمسكوا بعض، بيلعبوا مع بعض، رفقات، بيروحوا عن بعض، بيزوروا بعض، تلاقيهم كيف ما تبتلي بالحي، خلص اللي هن فريق هون أصحاب صاروا أصحاب برا كمان. فالفوتبول خلاهم يرتبطوا مع بعض، سواء كان بالمهارات الكروية أو اشتغلنا على المهارات الحياتية، هن اللي بيعكسوا على أولادهم هالشيء. فالأهل لما كانوا عم يجوا يحضروا الدورات فأكيد بيكونوا عم بتعلموا إنه ابني مثل من الجنسية الثانية بيلعب مثلن. لا عادي، أولا كنت ملبكة، بعدين عادي أخذت على الجو.